ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على بعض من الاسرار والصفات لاصحاب برج الثور. هنتكلم عن الصفات والاسرار لاصحاب برج الثور بشكل ملخبط كده. بداية من ان اصحاب برج الثور شكلهم بيكون عامل ازاي. دايما شكلهم بيبقى وشهم او وجههم بيكون سيمبل جدا، وشهم بيبان عليه ملامح الطفولة، بيكونوا كمان هم اسلوبهم طفولي جدا، بيتحرجوا جدا جدا، عندهم خجل رهيب من الناس وان هم يتدخلوا في مواقف. يعني شكلهم في طفولتهم واسلوبهم في الطفولة بتاعتهم يخليهم ان هم لو اتعودوا عليك قوي هتلاقيهم بيتعاملوا معاك باسلوب طفل حقيقي، ان هو في هزار، في الضحك، في التنطيط، في الحركة. لكن في البداية هم عندهم خجل رهيب من اول الاشخاص اللي ممكن يبقى لسه اول تعامل. بيتحرجوا ان هم يتكلموا مع الناس جدا، بيتحرجوا ان هم يتدخلوا في المواقف او ان حد يتكلم معاهم ويندرجوا في الكلام. اشخاص جميله جدا جدا في التعامل معاهم، بيعملوا حساب لبكره قوي، يعني من النوع اللي بيبصوا للمستقبل جدا ويعملوا له مليون حساب. في رغم ان هم ما بيخافوش من بكره، يعني ما بيخافوش من المستقبل، احنا بنعمل حساب لبكره وما بنخافش منه. لكن عندهم خوف من حته ايه؟ عندهم دايما خايفين من موضوع هم ماشيين فيه، من امتحان، اختبار، وظيفة داخلين فيها، ودايما كل الخوف عندهم بيبقى عندهم بوجع بطن، لازم بطنهم توجعهم لما يكونوا خايفين. او من التوتر كمان عندهم يحصل لهم حبوب في وشهم، يحصل ان ممكن واحدة يبقى شعرهم بيتساقط. عندهم دايما القلق بيبان عليهم جدا جدا وبيأثر على جسدهم. برج الثور من النوع اللي اي حد بيشوفه بيقع في حبه، مجرد ما يبدا ان هم يتكلموا معاهم، يتعاملوا مع شكلهم الطفولي، مع شكلهم الجميل جدا، شكلهم دايما بيبقى بيجذب، عندهم جاذبيه حلوه. فعندهم لازم اللي يشوفهم يبقى عايز ان هو يبقى احنا نبقى اصحاب، اصدقاء في العمل سواء ايا كان، او ان حد يبقى يقع في حبكم، فده بيبقى كتير قوي. لكن عندهم حته الخجل وحته ان هم عندهم بيردوا بطريقه يعني ممكن يبقوا دبش شويه، او نقدر نقول غالبا بيكونوا دبش في كلامهم، فده بيخليهم ان هم ممكن يخسروا بعض الناس. حظهم وحش في النقطه دي ان هم مش دبلوماسيين صراحه جدا جدا، يعني كمان ممكن لو انت جيت تتكلم لك انت بتتكلم معايا ليه وانت تعرفني باسلوب ناشف، يعني اللي هو بس ده يعني انا شايفاه ان هي حاجه حلوه، يعني على قد ما هي ممكن تكون بتبقى عيب على اصحاب برج الثور نفسهم، لكن هي بتبقى برضو ميزه حلوه، بيتعرف منها ان الشخص ده يعني على نياته بمعنى اصح. كمان اصحاب برج الثور عمليين جدا، عقلانيين جدا، كتله من العقل والتفكير وقوه في التنفيذ واراده رهيبه جدا ما حصلتش. عندهم دايما بيفكروا، دايما بيبقى بيخططوا البكرة، بيخططوا ان ازاي نوصل لطريق عملنا، ازاي ان احنا ننجح في دراستنا، ازاي نبقى احنا محدش احسن مننا، وبينجحوا جدا جدا في النقطة دي، ان هم بيفكروا في الاصح. دايما عندهم بيختاروا بعقلهم قبل قلبهم، سواء عمل، سواء حب، سواء اي حاجة، مش سواء حب، ان هم بيختاروا بعقلهم فقط يعني، لكن هم بيدرسوا حتى الشخص اللي هم هيحبوه، اذا كان هو هينفعني مش هينفعني ماديا، مش التفكير ده، هينفعني، هيحبني، هيحافظ عليا، مش اللي هو ايه انا وقعت وانا اللي حبيت فانا خلاص اجري وراه، وان انا ابقى انا عايزه الشخصيه دي حتى ومش عامله حسابي ان هو ممكن هيصوني او ان هو يفضل معايا او انه ممكن يخون ولا لا، الحاجات دي كلها. لكن اصحاب برج الثور لازم يكونوا متاكدين من كل الجوانب. اصحاب برج الثور تلاقيهم ناس طيبه جدا وناس بتتعامل بعفويتها، يعني هي مش بتتصنع، ما عندهمش فكره التصنع دي تماما، ان هم يتصنعوا شخصيه غير شخصيتهم. حتى كمان منهم اللي شخصيتهم ناشفه هتلاقيهم بيتعاملوا بالشخصيه دي مش هيتلونوا، وما بيعرفوش اساسا يتلونوا ولا ان هم يتصنعوا اي شخصيه. من نوع كمان اللي لو اسات ليهم هيسامحوا وممكن يعدوا، لكن ان هما ينسوا الأذية اللي انت اذيتها لهم مستحيل. مجرد ما تيجي تأذيهم مرة تانية هيجيب لك القديم اللي انت عملته ويقول لك انت عملت كذا كذا وانت عدت وانت، ففاكرين تماما الأسوأ اللي انت عملتها وما بينسوهاش، لكن بيسامحوا. بيسامحوا يعني معناها ان هما من ورا قلبهم؟ لا، هما بيبقوا فاكرينها عشان خاطر بيبقوا هما عدوا لك مرة،
فهتعيدها هتعيد الموضوع مره تانية، فلا يبقى انا كده هقرر ان انا اسيبك، او لو احنا مرتبطين هننفصل. ما بيقبلوش بالاهانه تماما، كرامتهم فوق كل شيء، ممكن يسامحوا عشان لو بيحبوك وهم وانت ليك خاطر عندهم، غير كده مش هيسامحوك اساسا، كرامتهم فوق كل شيء. كمان اصحاب برج الثور عندهم حاجه ميزه، وانا شايفاها ميزه قويه جدا جدا، وبالذات في الوقت اللي احنا فيه والزمن اللي احنا فيه متطلب جدا جدا. الميزه اللي موجوده عند اصحاب برج الثور ان هم قليل قوي 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 اللي يحكي لهم حاجات عن اسرارهم. نقدر نقول ان غالبا اصحاب برج الثور من النوع اللي ما بيحكوش وما بيعرفوش يحكوا، مش عشان هم بيخافوا يحكوا، لا هم ما بيعرفوش يحكوا. دايما هتلاقيهم بيتعاملوا باسلوب العكس اللي هم حاسينه، يعني لو متضايقين وبيبكوا ومتعصبين حاجات من الحاجات دي، هنلاقيهم ان هم عايزين يداروا. فيداروا في ايه؟ يداروا في ضحكه، يداروا ان هم ممكن يتعصبوا عليك، يداروا بالنوم، يداروا ان احنا مش عايزين نقعد، لازم يداروا بحاجة غير اللي هم حاسينها، عشان ما بيقبلوش ان هم يكونوا مكشوفين، او ان هم الناس عارفة اسرارهم او عارفة ان هم موجوعين، ودي اكتر حاجة هم بيكرهوا جدا جدا ان الاشخاص تعرف اسرارهم، وكمان لو الاسرار دي موجع. دي نقطة. النقطة التانية بقى عايزين نتكلم عليها على الحب. اصحاب برج الثور لما بيحبوا بيحبوا الشخص اللي يبادلهم اهتمام، اللي يكون يحسوا ان هم ان انتم مسؤولين منا، او ان الثور يكون مسؤول من شخص ما، يحس ان انتم بتتعاملوا معانا باسلوب انك تكوني ام، او ان انت تكون اب، ان انتم تكونوا بتسألوا على بعض، مهتمين جدا جدا لبعض، يحس ان انتم في حب جواكم، مش بتدعوا الحب، مش عشان انا مركز كذا، مش عشان انا شكلا مثلا، مش عشان انا بدرس حاجة، لا لازم يحس ان انت بتحبه لشخصه فقط. الحب عندهم اهتمام، كلمة حلوة، يحسوا منك ان انت بتحاول تسعدهم، ان انت عاوز تقرب منهم، ان انت بتعمل كل حاجة عشان تجذبهم ليك، او ان انت تبقى او انت، يعني انا كلامي للمذكر او يعني امرأة ورجل، ويحسوا ان انتم في يعني حب، في اهتمام حقيقي، في سعادة، في انت بتخليني اخرج، او انت بتخليني اخرج من الواقع لحاجة خيال بطريقة قوية جدا. فعندهم ما بيحبوش بالساهل نهائي، ومستحيل ان لو جه حد بيحبكم من اصحاب برج الثور يكون بيدعي ده، هما ما بيعرفوش يدعوا ده، هما لما بيحبوا بيحبوا جدا جدا، وما بيحبوش الا لما يبقى دارسين الشخص ده كويس جدا، هل هو يستاهل ولا لا. دي حاجة. الحاجة التانية عايز اتكلم على اصحاب برج الثور ان هما بيحبوا المساعدة جدا، بيحبوا يساعدوا ناس، جدعين فوق الوصف، من النوع اللي متواضعين جدا جدا، مهما وصلوا المركز عالي، مهما كانوا حاجة طبقة عالية، ايا كان ايه المركز، متواضعين جدا جدا، مش هتعرف هم شخصيتهم يعني من انهي حد او الحاجات دي. كمان عندهم نوع ما من الاستقلالية، اللي هي ايه؟ بيحبوا من سن صغير ان هم يعتمدوا على نفسهم، سواء بقى في الدراسة، سواء في العمل، سواء في اي حاجة، ان هم يشتغلوا ويصرفوا على نفسهم، فبيحبوا ده جدا، يحبوا ان يحسوا ان هم اشخاص مسؤولة من نفسهم. ما بيحبوش ان هم يطلعوا على كتف حد، يعني او ان هما يبقى يعني حد يكون واسطة، بمعنى اصح هما بيحبوا ان هما يكونوا يبذلوا مجهود، وهما اللي يسعوا لنفسهم، وهما اللي يقدروا يوصلوا نفسهم. كمان عندهم ميزة حلوة برضو، ان هما احنا لازم نكون عندكم في القمة، في الاوائل او اولويات حياتكم، غير كده يبقى تخلى عني افضل. هما دايما بيختاروا الاشخاص اللي واخدين المركز الاول عندهم، ان هما يكونوا احنا اللي ملكنكم، احنا اللي في قلبكم، نوعا ما من حب الامتلاك ممكن نسميها كده، لكن هي حب ان هم يكونوا المصدر، او هم القمة في حياة الاشخاص اللي حواليهم، والاكتر لو عاطفيا. كمان عندهم ميزة حلوة برضو، ان عندهم لازم يثبتوا انطباع في الناس اللي حواليهم، بيغرزوا انطباع، لازم يبقوا يتأثر فيهم، يعني لازم هيكونوا مؤثرين جدا جدا ليكوا. كمان عندهم حاجة كده، لما بيزعلوا او يزعلوا من شخص، او شخص بيحاول يستفزهم، ليهم بصة معينة كده، لو مش عارفة اعملها، بس هو بصة كده برفعة حاجب، ببصة بالعين بالجنب كده، لو يعني ابعد عني عشان انا كده جبت اخري. فعندهم البصة دي واضحة جدا، عينيهم بتكون فاتحاهم جدا في النرفزة والعصبية، ولما يكونوا متضايقين من شخص ما.
كمان عندهم متميزين جدا جدا بالشياكه. الاناقه عندهم لبسهم لازم يكون شيك، لازم يكون مهتمين لحالهم قوي، مهتمين بالالوان، باللبس، بالمقاس، بالحاجات، ان الكوتش لازم يكون مش عارفه لايقه على ايه، حتى الاكسسوارات لازم فشيك جدا جدا، من النوع اللي بيعملوا حساب الاكسسوارات اللي مش باينه حتى. فهم بيعرفوا يعني يكونوا مودلز حلو قوي سواء رجل او امراه. كمان عندهم حاجه حلوه قوي، بس على قد ما الموضوع هو حاجة حلوة وميزة حلوة، على قد ما بيكون عيب في حالات. يعني هم عندهم دايما حياتهم يا ابيض يا اسود، ما عندناش اللون الرمادي، ما عندناش الادعاء، ما عندناش ان احنا نتصنع، ما عندناش ان احنا حتى كمان يعني كل ده تمام حلو ده ميزة، لكن تعالوا للعيب، ان هم ما بيعرفوش يكونوا وسط ما بين العصبية والهدوء. لا هم عندهم يا هدوء جدا وتحسهم باردين يعني، او بيقولوا هو يعني مش هممنا، اتنطط اتحرق بجاز، ان شاء الله لو اللي قدامه ده بيولع ممكن يكون قاعد جدا وبيضحك وبيتفرجوا على ماتش عادي جدا. وممكن تلاقيهم عصبية لدرجة ان هم يقوموا انهيار، يكسروا كل حاجة في البيت ويدغدغوا الدنيا، ولو مثلا ممكن لو انت فضلت قدامهم وتنرفزهم مش بعيد يجيبوا اي حاجة ويضربوها على دماغك يموتوك ويودوك في حتة حلوة. فاللي هو يعني يا كده يا كده، ما عندهمش ان هم بيعرفوا يمسكوا اعصابهم، او ان هم لا يكونوا هاديين ولا يكونوا عصبيين، مرحلة الوسط دي عندهم بتبقى صعبة جدا. فلازم احنا اللي نجبرهم على الموضوع ده، نعتبر كده نقولها نصيحة. فانت هتيجي تعصب اصحاب برج السور يبقى تبعد عنهم تماما وتسيب لهم الساحة فاضية، اوعوا تروحوا تلوموا او تعاتبوهم في الوقت ده، لان وقت كده او وقت ده هيبقى عصبية ومش هيتقبلوا منكم اي كلمة. ولما يكونوا هاديين فانتم تحاولوا تهدوا نفسكم، لان هم هيبقوا دماغهم دي ناشفة جدا وبيعندوا جدا جدا جدا، يعني في العند دماغهم دي ناشفة جدا. على قد ما هو برج رائع وبرج جميل جدا وبرج صاحب صاحبه وجدعين واسرار عمرها ما بتطلع بره، ومن نوع اللي بيساعدوا الناس ويقفوا جنب الناس، ويعني ممكن يوصلوك وهم اللي يكونوا واسطه، لكن هم ما بيقبلوش ان حد يساعدهم، بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعتمدوا على نفسهم. لو الظروف اجبرتهم ان ممكن يقبلوا من حد مساعده تمام، غير كده بيبقى صعبه جدا ان هم يتقبلوا من حد مساعده. متميزين بشكلهم باناقتهم بالحاجات اللي احنا قلناها، حقانيين جدا يعني بيحبوا ان هم يقولوا الحق، ومن النوع اللي صعب لو لقاك بتعمل حاجه مش كويسه ان هو يفتش سرك ده، او ان يفتش الحاجه اللي انت بتعملها غلط، لكن ممكن يجي ينصحك، غير كده ما بيعملش، الا لو لقى ان لما يجي يفتش سرك ده الحاجه الغلط دي لصالحك انت فممكن يعمل كده، غير كده عمره ما يطلع سر بره. انا مش عايزه اطول عليكم، لكن ليه اسرار كتيره وليه حاجات كتير اصحاب برج السور، من ضمن صفاتهم رجل وامراه، لو اتكلمنا عنهم هنفضل نتكلم لتاني يوم الصبح. برج رائع جدا جدا جدا، برج مميز، والمميزات عنده اكتر من العيوب، يمكن العيوب يعني حاجات كده، ويمكن هم العيوب بتبقى مشاكل ليهم هم شخصيه، لكن عيوب للاخرين لا قليل جدا. فده كان موضوع النهارده. طبعا انا بتمنى ان انا اكون فدتكم، ومستنيه اشوف رد فعلكم او ردكم ايه على الكلام ده، والكلام ده حقيقي ولا لا مع الناس اللي اتعاملتوا معاهم وانتوا اصحاب برج السور. طبعا انا بشكركم جدا وبعتذر لو طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.